واش داكشي اللي كدير مع مروان مصلحتك الشخصيه ولا بسميت لاجونس؟ سي مروان صديق ديالي، واي حاجه كنقضي عليه في المصالح ديالو راه بالصحبه وصافي. انا غنجيب حوايجي وغنجي عندكم للدار، تنجيو نعاود لك انتي وبابا. فين غادا بنيتي؟ منين يجي ولدك غتقول له السيده اللي كان معاه البارح يجيبها تبلاصين يتربي له الاولاد. ندمت لي عرفت مروان ديك لاصواخي، مني انا داز لك انتي العفاف حجيبه ودابا العمار. شنو بغى هذا؟ غدا غادي نمشيو نبدلو ان شاء الله الاساس ديال الدار كامل. شحال تقريبا غادي خصنا هادشي؟ انا راه مرت سلم مع الطيس اللوان، ما خصنيش نمشي نشري من القيصريات. انا راه عندي غير باش نشري مره مخده مره طلميطه. هادشي لا طال. غادي تزيدي واحد جوج سوايع ديال الخدمه في النهار. ديال شي جوج سوايع؟ مي تسالي من لاكيس غدوزي للكونتابيليتي. ولكن انا مدام هدى نهار جابتني هنا قالت لي غنخدمي في لاكيس ديال الريستو. درت معاك شي كونترا؟ لا. مبروك عليك جوج سوايع ديال الخدمه. دير سميتها لحقها. قولي شنو وقع؟ انا ما نقدرش نقول لك. عارف ما يمكنش، انا شي حوايج اخرين برزتوني خاصني ندوي معاك فيهم. واخا شنو برزتك؟ عمرت ما كيت. نو تانكيت با، ما هادشي ما عندوش علاقه مع المرض ديالك، عندو علاقه مع العاش مرة. واقف دابا على الفلوس خاصني 2000 درهم. يهضر غير بشويه عادين، واش صديتي منين انا غادي نجيب لك 2000 درهم منين؟ السيك المعطي صدق مكنزز، ما عنده والو من غير فلوس الثقاف. عند راسها هي ديك البيروش نتوا راه هي هي، وباك الله يرحمه هو ذاك البيروش ذكر، والمشترك لهم بجوج هو طلحة سامي. ماشي مشكل، الا ما بغيتيش تزيدي السوايع خدي حسابك وديري فحالك. ما كاين حتى شي قانون مدام يخليني نزيد جوج سوايع اخرى وبلا فلوس. ولكن انت من معنا ما خدامش بالقانون. هادشي اللي بقى لك انت وماماك راه نسرين معناتها حتى مسؤوليه في هادشي. حاول تعمل معاها مزيان، كون متاكد انها غادي تنفعك. السلام عليكم سي الحظ. سي مروان مرحبا. الله يبارك فيك. بخير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. هذا نهار كبير اللي تعرفت فيه عليك. ما كنتش كنظن باللي الرئيس المدير العام ديال الشركه ديال كونفور اسانسور شاب بحالك. والمدير اللي كان شد تقاعد؟ لا باقي معنا، راه عنده شي مشاريع بغى يتفرغ لها. في الحقيقة مزيان تعطى الفرص للشباب يسيروا الشركات. أنت كتشوف هذا السونتر كله المديرة ديالو هي بنت يهودا، والشركة ديال الإنعاش العقاري كتسيروا بنت نسرين، وأنا المهمة ديالي غير نلقى الأراضي ونديروا فيهم المشاريع. وفي الحقيقة فايت لي شفتك السي طلحة الحفلة اللي كنتو درتو في لاغينوفاسيون ديال السونتر كوميرسيال. كنت بغيت نجي نسلم عليك هو كنتي مع شي ناس، قلت ما نديرونجيكش. ابدا عمرك ما غديرونجيني يا سي مروان، حنا خدامين مع بعضياتنا، انت كتستافد وحنا كنستافدوا، وعندنا ثقه كبيره فيكم، وبنتي نسرين ديما كتشكر فيك. هدى راجلها عمر صديق ديالك، وقالوا لي سبق لك عرضتي عليه. سي عمر الفايدي سيكولوج لامي ديال دكتور حجيبه. فيكتيمو انا كنت درت واحد الحفله للدار وعرضت عليهم. ما فيها بس، الدكتوره حجيبه هي صديقه ديالنا وصديقه ديال المدام. المدام عندها جمعيه ديال الاعمال الاجتماعيه، هي الرئيسه، والدكتوره حجيبه هي النائبه ديالها، والسي عمر حتى هو كيعاونهم مره مره. ودابا ملي انت صديق ديالهم بجوج نعتبروا من اليوم انك حتى انت صديق العائله. كنشكرك على الثقه ديالك السي طلحه، انا كنعتبركم عائلتي، نتمنى هذه العلاقه هذه تزيد تدوم باش تعرفني مزيان شكون انا. لا انا كنعرفك مزيان، نسرين بنتي ديما كتشكر فيك، عندك محامي كبير. نسرين تبارك الله عليها دريه انتيليجونت وعندها قلبها كبير. فعلا نسرين دريه مزيانه، ومن نهار اللي تزادت تزادت بالبركه ديالها. الله يحفظها لكم. نعتبر هذه الجلسه بيني وبينك هي بدايه ديال صداقه دايمه، وعلى حسب ما قالت لي نسرين المدام عرضت عليك باش تجي عندنا للدار انت والوالده. ولكن مازال ما قلتيش لي وقتاش غتشرفنا. ان شاء الله نلقى لها المناسبه وننسق انا ونسرين. نسرين راه كتحترمك بزاف وكتقدرك.
نسرين قلبها كبيرة هادشي اللي قالت لي حاجبة وفعلا عندها الحق وهي غادي تعاوني شي وثائق شنو وثائق سي مروان اسمح لي بالي مشى مع الخدمة فنقول الا بغيت نبني شي فيلا ولا ندخل على شي مشروع بالاكسبيريونس ديال نسرين ان شاء الله غادي تعاوني في لي دوكيومون مزيان النهار اللي تحتاج شي حاجة ما تضرب حسبها نسرين غادي توقف معاك وغتوريك كل شيء راه عندها خبره وديك الساعه ضرب كل شيء عليا انايا شكرا سي طلحه الو بابا هو معاك وي مروان صافا اه نتلاقاو دابا الا بغيتي داكور صافي صيفط لي على لوكاليزاسيون انا نجي عندك لا لا دغيا دغيا انا نمشي غير للدار نحيد عليا الغبره ديال الخدمه ونجي عطو طالع يلا باي باي وزيرتي يا امري شو كيهضر مع البوليس هو كيضحك واش حنا كنتفلاو هنا كنلعبوا دراري صغار اش غدير لهم شتي هي كتهضر معاها قالت لك راه كنقشبوا مع صحابنا في الانستغرام هو دابا غادي يمشيو فين يقشبوا مزيان عرفوا التقشب كي داير السلام عليكم كيداس الامور مزيان مو كوميسار درنا معاهم اللازم مريم كلشي هاني كلشي بخير مون كوميسار غير هو داك الدري راه ما كيحشمش ومن ناحية الحشمة مون كوميسير ما كيحشمش مريم كتهضر معاه وهو كيضحك وفاش دارت فيه وبدا يقول لها ما تدوريش فيا راه والديا وما كيهوتوش عليا حمرات فيه ويسكت من الضحك واختو بدات كتبكي قالت لك راه هادشي كنديرو غير باش نقشمو مع صحابنا في الانستغرام بغاو يطلعوا لي في داكشي اللي كاين داكشي ديالهم راه ولا باسل واخا هكاك ما عندي ما سالكم الخدمة نقية عندكم بون كوراج شكرا مون كوميسير عمر ما كانش خصك تمشي لعيد الميلاد بلا ما تخبر مراتك ما مشيتش معروض لعيد ميلاد لا سعاد انا كنت خدام وهاد الخبر هذا شكون وصل لهدى شي واحد ورا التليفون التصويره ديالكم شكون اللي كان في هاد التصويره كاين انت وكاين حجيبه وكاين مروان وكاين امه هذا اللي صورنا خدانا من بعيد ولا من قريب لا 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 هذا باين خداكم على قفله قالتي مقصري مع راسكم شكون هذا اللي صورنا عمر عفاف محال شكون اللي بقى هذيك السيده اللي خدامه عمات مروان؟ لا ما نظنش وبقى السربي وعادل عادل هو اللي خدام عند عفاف؟ اه صافي صافي ما يكون غير هو هو اللي ادى عفاف الكوميساريه باش تشكي براجلها هو اللي تنط على راجلها وديك السيده اللي معاه الله يستر كيجري غير في الحسنات ايوا هذا الغدار كل عفاف تجري عليه لا الله يجازيكم بخير خليه بلا ما تقولها لعفاف انسكم مسبين السيد بشي مشكله خليه بس كتدافع عليه خلينا ما غاديش نهبط المستوى ديالو نبقاو كيخلوض من هنا ويخلوض من هنا خليه على خاطره ما غاديش ندير راسي فيه ايوا هو دار لك مشكل مع مراتك لا هو انا غنقد مع المشكل يعني موقع بس غنمشي نجيب دراهم دراسه نخليكم يلا سلام عليكم سلام سلامه الله يرضي عليك امين امين حاول تصلح مع هودا ولا عليك صافي كل خير عادل شنو هاد النمر اللي صيفطتي ليا؟ اين نوامر مدام؟ لا انسى شوف والله العظيم مدام غير سمحي ليا وصافي راه داك الميساج كنت بغيت نصيفطو لواحد الصديق ديالي كوارتي تيرسي هادو نوامر ديال القمر بغيتي تقول مدام نوامر ديال الحظ اش غتخربق عادل؟ حشومة زعما واحد فحال قاري واعي يقمر اسمحي لي مدام انا دابا غنمحي هادشي سوبريمي بور توس هذوك ثلاثة المقاولين اللي جايين من السنغال ما بغيت حتى شي حد يمشي يستقبلهم في المطار بغيتك تمشي انت بنفسك كوني هانية مدام انا نطلع لهم دابا نجيبهم من المطار غنديهم للوطيل وغنخرجهم يتغداو وغيقضيو المصالح ديالهم وغنرجعهم كوني هانية انا معاهم نهار كامل بابا
قبل ما نمشيو للدار ندوزو للمكتبه تشري لي بابي كارطوني. اها مرحبا، شنو بغا شي استاذ؟ بغات استاذ الاجتماعيات خاص عطاتنا واجب نرسمو خريطه. اها مزيان، واخا شي حاجه اخرى؟ بغيت ماما. شوف دابا غنمشيو نهزو ايمان وغنمشي نحطكم في الدار، وانا غادي نمشي عندها نجلس معها شويه ونجيبها معايا، واخا؟ نمشيو نهزو ايمان من المدرسه ونمشيو عندها. لا لا، نتوما غتبقى مع ايمان في الدار وانا غادي نمشي عندها، حيت خاصني نكون معها بوحدي باش ولا سمحي لي حيت غلطت معها. شمن غلطه درتي؟ ومشي شغلك. يا في حقا خرجت مع واحد صاحبي في الليل وتعطلت عليها وتخلعت، تخلعت بزاف، داكشي علاش خصني نمشي نقول لها تسمح لي، ولكن غادي نقادو لافير. واخا يلا يلا نمشيو نسربي بان. على سلامتك. الله يسلمك. سلام. مرحبا بك. ميرسي. الله فين سكنا هنا؟ انا كنت بغيتها تكون قريبه للبحر. سامي والله تهنيتي من الصداع ديال المدينه. ماما كاينه في الدار؟ لا خرجت هي ديك السيده اللي كتقابلها شو يديروا دي كورس. اون اتوندون تبغيت تمشي واحد البلاصه غير قريبه هنايا كتعجبني بزاف. وي الا كانت كتعجبك حتى انا غتعجبني. ولكن غنمشيو على رجلينا. مالي لي شوسيو غادي يعمرو بالرمل. لا لا ترونكيل، كيعجبني تمشى بالرمل. بيان سور. يس. تفضلي. الله على في شحال فنة. عرفتي سعداتك كتشم هاد الهوا كل نهار. وقت ما تبغي تجي هنايا قولها ليا، مرحبا بك. ميرسي. Là, si je vais prendre une photo. Un chlic sac d'air. Ah, merci. Il s'en va, Kana? Ah, ma crête. Vas-y. Ah, j'ai eu les photos, mais il dit que c'est bien. Alors. Ok. Comme ça, attends. Oh, oh. عندك un peu de profil ce côté comme ça là هنا يكون في جوه. Attends attends hop ça محلل النساء غزالي محلل النساء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا خويا مروان، توحشناك. يا جمال كي داير؟ الله يحفظك. وين انا توحشتك، جيت نشوفك ما جيتش بوحدي. نقدم لك نسرين، مهندسه كبيره ديالنا نسرين السهمي. مرحبا بكم اسيدي بجوج. الله يخطيك. نسرين نقدم لك جمال الفيح، صاحب مع البحر وعايش من البحر، تبارك الله عقله كبير واسع بحال البحر. شرفينا سي جمال. الله يكبر بكم. اش نقول لك اخويا مروان، كنشكرك بزاف على هاد الكلمات الزوينه اللي قلتي في حقي. اي حاجه قلتها زوينه خليها في حقك اخويا جمال. اش غديروا؟ كاينين شكراسه، ولكن غنقول لكم ريح اريقتي ريحي. شكرا. بشويه لك بدا كيطلع ياك. اريحي هنا. شكرا. تفضلي. ندخلوا لها تجري عليها. جلس بقى واقف. جلس. شنو بغيتيني يا عمر؟ جيت نرغبك ترجعي للدار. انا ما كنت ترغبش. راه ما عندي ما ندير. عصام مهم نديرو لي الا ما جبتيهاش معاك بلا ما ترجع. شنو دابا جيتي باش دير الخاطر لولادك؟ اش حيت بغيتيني انا نرجع للدار؟ راه كتهميني عاود، راه مراتي كتهميني بزاف.
ولادي هما وانتي مراتي، كنبغيكم كاملين. ودا بلا بكا عافاك، بلا ما تبكي، هاكي شوفي عافاك، شوفي اش هادشي. هذا فيغمون الكونت ديالك؟ اها، من عند من؟ مروان صابيري. ورا فلوس الخدمة هذا. وهادشي كله خدمة؟ عرفتي شحال ديال الوقت أنا غادي يجي عند الوالدة ديالو؟ راه مسكينة ما كانتش قادرة تخرج، داكشي علاش كنت كنمشي عندها. كانت كتعاني ديال بصح. وراه ماشي غادي أنا تما باش نقلقك، راه كنت غير خدام. وعلاش خبيتي عليا هادشي؟ نبقى ديما نفسر لك. أني مربوط بسير المهنة، ما عندي كيفاش ندير. المرضى كيكونوا هانين حيت كيجيو هنا وكيعاودوا ديك الحوايج عارفينهم ما غاديش يخرجوا. سمعتي؟ هادشي علاش؟ ولا عافاك شي نهار شي واحد جا قال لك شي هضره اجي قول عليا. ما تبقاش تخلي بنادم يدخل بيناتنا. واخا؟ بصح. نتصالحوا. جمال، شكون تغزالك اللي محب نساه وديما في بالك؟ هادي أغنية ديال التراث المغربي، كنت كنغنيها لمرتي الله يرحمها سهام. الله يعظم أجرك فيها. الله يرحمها، شحال هادي باش ماتت؟ هادي 4 سنين كانت كتقرا معايا في الجامعة. خدينا الإجازة بجوج، هي في أدب فرنسي وأنا في الفلسفة. هي خدمت مدرسة خصوصية وأنا بقيت كندوز في الكونكور وما جابش الله. حتى واحد النهار وأنا نقول نشوف هاد الكسبة مالا، جيت للبحر وشحطت، ما عرفتش شنو شحطت. هي كنلوح البسمة وجاب الله اتصال سهام الله يرحمها. ما كانش عندها مشكل انها تجول سيارة تقلب على رزقها في البحر حيت كانت كتبغينا. انا كنت كنبغيها. دازت 2 عامين حملت، اكتشفنا بان عندها بنيه. النهار اللي غتولد فيه ما لقاتش العنايه في السبيطار. ماتت هي والبنيه اللي في كرشها. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمهم السي جمال، الله يصبرك. امين. كنا متفقين انه نسميوها حوريه. هي اللي اختارت التسميه حيت كانت كتقول لي جمال شي نهار تقرش شي حوريات البحر وتطيرك ليا. الساعه ربي استغفر الله طيرهم بجوج. هي اللي عطاتني هذه الكليه بكادو، قالت لي ملي تزاد الحوريه غتحيدو حيت دير لها الحساسيه. كنتمنى حتى هو ما يموتش. يطول لي عمرك خويا جمال. دابا عاد فهمت محل نسيك غزالي، محل نسيك. غنيوة. اها غنيوة بيوش حافظ انت؟ غنيوة غنيوة. محل نسيك غزالي، محل نسيك هو ديما في بالي وعقلي معاه. محل ننسى غزالي، محل ننسى هو دايما في بالي وعقلي معاه. ماما واش انت دابا غتبقاي فاقصه راسك بحال هكذا؟ راه غير حسد هذاك الشيء يا ماما. شكون هادي اللي دازت ما عطاتش الفلوس باش تدوز؟ كلشي ولا كيتشرح. مزيان تبارك الله، هذيك ما كتعرف والو على الجمعيات، ما عندها علاقات، ما كتدير الخير، ما كدير حتى شي حاجه، ويعطوها هي سيده السنه.
وماما سمعيني، انا علاش جايه نهضر معاك على شي حاجه حسن من هذا الشيء، وغادي توريهم انت اش كتسوي. دابا جلسي باش نفهمك قبل ما نجمع باليستي ونمشي في حالي. غادي ترجعي لدارك؟ نرجع للدار، باز عندي عمر الخدمه كيطلب تيبكي. يا مزيان، ايوا هو جاي يطلب داكشي اللي كنتي باغيه. ماما انا ما رجعش للدار حيت جا كيطلبني ولا حيت سمحت ليه، حيت خصني ندخل لداري، عندي مسؤوليه وعندي ولادي وخاصني نوري لماما شكون اللي تيحكم في ديك الدار. خلاص بنتي الله يهديك، واش انت غديري راسك في ديك المراه؟ واش انت قد قدها؟ كل مقام عنده مقامه. اكزاكتومون. دابا حيدي عليا هاد الهضره وسمعي الهضره في الصح. شنو الهضره؟ اتصل بيا الرئيس ديال حزب النافوره وبغاك ترشحي، بغاك لاله تدخلي للانتخابات. شنو هو؟ انتخابات. انا ما نجحتش حتى في المسابقه ديال العيالات، عاد الانتخابات. ماما هذه راه خدمه وهي الاخرى خدمه في شكل. كيفاش؟ ماما اول حاجه خاصك تقبلي تكوني وكيله اللائحه وتاخدي التزكيه، ومن بعد انا عارفه شنو غندير، حيت هذوك لي اسوسياسيون كان عندهم الفلوس دونك خاصنا يعطونا الاصوات ديالهم. عندك سميتهم في التسجيل بعدا؟ طبعا عندي. عاد خلي الناس ديال الشركه واللي خدامين عندنا في سونتر كوميرسيال كلهم غيعطيونا الاصوات. علاش لا ماما؟ شنو زعما بالك؟ غادي ننجح؟ غادي تنجحي ان شاء الله، علاش لا؟ فين يا نسرين؟ نسرين مشات قالت لك مع هذاك مروان عندها شي موعد معاه. علاش مشات تشوف مروان يا ماما؟ مشات معاه، راه عندها خدمه معاه. شمن خدمه عندها معاه ماما؟ ديال تبقى دير لنا السبه ديال الخدمه. شوفي الله يهديك خليها تدبر راسها، راه عارفه اش كدير. ماما هذيك راه غطيح على زنافره، حتى داك السيد ما لايق لا ليها لا لينا حنا. يا بردي السوق. انتخابات؟ انا سيدي عندي جوج خوتي صغار مني، وحده ممرضه وحده باقا كتقرا دايره الماستر في كليه العلوم، وعندي خويا كيخدم في وزاره التجهيز، وعنده جوج وليدات الله يخليهم له كيقراو في الثانوي، والده جالسه في الدار والوالد عدول. الله يخليهم لك يا رب. اللي مزيان في هذا الشيء عندك هو الوالد عدول. انا تزاديت وكبرت في تطوان، والدي بجوج متقاعدين، الوالد كان خدام في المندوبيه ديال الثقافه، والوالده كانت موظفه في البريد. عندي خويا الصغير محلل قضائي، وعندي اختي كبر مني مزوجه وعندها وليدات، وهي وراجلها خدامين في التعليم. الله يحفظهم لك ويخليهم لك ان شاء الله. ما شاء الله ضروري شي نهار تمشي معايا تطوان ونعرضك على التقره ديال الحوت من يدين ديال الوالده. وقبل بعدا خصك تدوز عند الوالده ديالي انا تاكل طنجيه المراكشيه. علاش لا؟ ومحد الوالد ديالك عدول انا غنجيب في يدي فلوس ديال الصداق باش نطرق المسمار. لا كل هاني الوالد ديالي ظريف وغيدير معاك مزيان. ياك. شرب الحريره قبل ما تبرد. امال خليتيني يا عادل. علاش نخلعك؟ ماليش فار. ياك لاباس. ما لاباس والو، خاصني 3000 درهم. غير بشويه عادل تهدم، غادي ندخلوا لداخل ونتفاهموا مزيان. يلا انا راه مازال ما غوتش امال. عادل يلا عطيتك 1000 درهم، واش بغيتي تسطيني؟ ما يمكنش ليا انا نعطيك من فلوس الصالون. امال قلت لك خاصيني الفلوس، بلا ما ديري هذيك الطنوعيره ديالك، واش باغي تاكليني في رزقي؟ سلفتيني اخويا شي حاجه وما رجعتهاش ليك. سلفتك ما عطيتيش الحل بي فيه، راه انا اللي قنعته باش يتزوج بيك، وكيف ما قنعته ياخذك نقنعه عاوتاني لحق الزنقه. ياك اخويا كتهددني؟ حنا خوت زعما. خوتي اللي عطيتيني دابا 3000 درهم. واخا عادل تهدن عادل، خليني نمشي دابا، المعطي كيسايني في الدار، منين غادي نخرجو غادي نشوف شنو تحت راسو، وديك الساعة غادي نبقى نسلم منو الفلوس شوية بشوية. واخا Thank you.
الله، هذه يمكننا نقولوا عليها صبة كروفيت كالامار بالزعتر. يا سلام، هادشي اللي كنبغي. هاد الناس كيعرفوا واش كيديروا. قول لي يا هلال، فكيتي المشكل مع ولاد طلياني اللي عنده الارض حدا ستاسيون ديسونس؟ سيد الحق، مشكل تفك والناس خدات فلوسها والارض سجلتها وحفظتها بسبيتي، ولكن واحد الحاجه اللي ما عرفتهاش علال. شنو هي؟ علاش كان ضروري نعطيك الارض وتدوزها لسميتك عاد تفهم مع ولاد طلياني؟ زعما ما كانش ممكن تفهم معهم وتبقى الارض ديالي انا؟ جابك الله الحسين، تفك بيناتنا. سيد الحاجة قال لك سيدي تقلق على ودي ديك الارض ديال ولاد طلياني اللي كانت كلها مشاكل، حفظتها وشلتها بسميتي، ولات ديالي حلالا طيبا. نضوى تقلق. لا ما تقلقتش، غير بغيت نفهم علاش لزمتيني ندوز لك الارض عاد تصفي ليها المشاكل. ايوا من حقه يفهم. زايدين فيها بوزروك طعم سبيسيال. سيد الحا، غادي نجيك من الاخر. بغيتي تعرف علاش خديت الارض ودوزتها بسميتي؟ انا سيدي غادي نقول لك. اول حاجه، تبارك الله عليك، ميسور اراضي عقارات فلوس، اللهم بارك، ما حسناكش. هاد العبد الضعيف اللي قدامك عاد خرج غوتخيط، بغيت انا ندير شي مشروع تلافي. اول حاجه فكرت فيها سونتر كوميرسيال في ديك الارض ديال ولاد طلياني. عاودت قلتي يا علال داكشي اللي سمعتي؟ والسيمانة الجاية إن شاء الله غادي يبدا الشونتي. خديتي لي الأرض ودابا غادي تبني فيها سونتر كوميرسيال. سي طلحة، ما نكذبوش على بعضياتنا، أرض ماشي ديالك، ديال الناس، وتبايعت وتشاريت معهم، يعني ما عندك علاش تقلق. لا اسمح لي، عندو علاش يتقلق؟ ايوا خديتي ليه الارض وغتزيد غتبني فيها سونتر كوميرسيال وتقابل معاه. اسمح لي، غتزاحمو في الرزق. الارزاق بيد الله الحسين. دابا ولينا في الارزاق بيد الله. داكشي اللي كاين سي طلحه، وما عندك علاش تقلق، حنا اصحاب وغنبقاو ديما اصحاب. اي حاجه احتاجتيها مرحبا والف مرحبا. أولا لا الحسين، واش غادي نقول؟ ما بان لي صحبه في هادشي اللي درتي. بوزروك زايد واحد المذاق ما نقولكش. شنو وقع البديعه مسكينه؟ مشات تهضر على حقها، عطاوها جوج فرانك وجروا عليها. ها علاش كنقول لك هضري مع الاداره، ديروا معاك الكونترا ويديكلاريوك. انا راه الحسين قال لي غنتكلف لك بكل شيء. حسين هذاك معمر الخير يجي من جهته، انا كيبان لي من الاحسن الا بالك طلع السامي سيري عنده رغبه. لا طلع السامي انا اصلا كنخاف منه، واش داني ليه؟ غادي نبقى تابع الحسين حتى نشوفو فين غيخرجني هادشي ديالو، ومن بعد ديك الساعه نقدر نمشي عند هدى. هدى وياك تمشي عند هدى، هذيك راه الشر بعينيه. الا تكلمتي معاه بحال صدمتي على قنبوله. انت
انت كاع ما تخاف، كون هاني دابا يدير الله شي حل. وانا انصحتك. معطي خاصنا شي نهار نخرجوا نتعشاو برا، فايت لك مشيتي شي ريستورون زوين. ايه ان شاء الله. خاصني نعرف شحال عندنا ديال الفلوس باش مره مره نقدروا نخرجوا ومره مره نقدروا نمشيو نتعشاو برا، وديك الساعه نسير المصروف ديال الشهر. ايوا انا عندي فلوس ديال التقاعد، كنتي عندك فلوس ديال الصالون، وهذا موضوع رفتنا هضرنا فيه. لا انا بغيت نعرف الاملاك اللي عندك من غير الدار والصالون. عندي الله والدار والصالون، كانت شي حاجه اخرى قلتها لك. هادي لاباس؟ صافا ياك ما تعطلت عليك. ما معليش. هاي الفلوس عادل شحال انا؟ 8 ديال المليون. حسبتهم؟ هو انا غا حسبتهم، راه الليل كامل وانا جالسه كنحسب فيهم. مزيان الا بغيتي تقدر تعاودهم. لا ما نقدرش نحسب من وراك. وانت فلوسك واش ديني عاد؟ طبيعه الحال فلوسي واش ديني. اها وامتى غيوجدونا الوراق باش نتحركوا من هنايا؟ شوفي يا حبيبه، هم دعويناتك حليهم وتلقاي راسك معايا في كندا. عادل انا عوالي على الله وعليك، راه في الاخر ديال هاد الشهر خاصني نخوي الدار. شلحقنا حنا كاع لهذا خير الشهر هذا. سيري سيري دابا ندير الفلوس لماليا. صافي غنمشي. غا سيري دابا نعيط لك. غادي نتسناك. وليداتي ما نعاود ليكم، وانا خبرتي مشات مع الواد وانا جيت مع الجوال. ها ماماكم جات. إيمان شنو تبغى نوجد لكم الماكلة؟ عشاتنا ميمة صايبت لنا جداتي كف
حتى بالبيض والمطيشون. وعطاتنا تفاحه وبنانة. دونك دابا خصكم تمشيو تحكوا سنانكم. كي دايره بنيتي؟ كي دايرين مالين داركم؟ فين هو باباكم؟ بابا انا مازال ما جا. يلا طلعوا حكوا سنانكم. جداتي غتكملي لي الحكايه اللي قلتي ليا؟ معلومه وليدي. كاين الحكايه على جوج. حيت خاصك تنعس مزيان باش تفيق مزيان. حيت انت كتقرا. يلا طلعوا.